فكره يا جماعه في فيديو جديد. النهارده هتكلم عن شويه معتقدات كده الناس فاهمها غلط عن موضوع الغنى ده، حاجات انت محتاجها فعلا عشان تبقى غني. عمرك ما هتجيب فلوس ولا هتمسك فلوس من غير، ببساطه من تجربتي شخصيا ومن تجربتي مع الناس اللي معاها فلوس، تعاملي معاهم لازم الاقي ثلاث حاجات اللي انا هكلمك عليهم النهارده دي. انا عمري ما عرفت امسك فلوس من غيرهم، ولا شفت اي حد معاه فلوس ما عندوش الصفات اللي انا اقول لك عليها النهارده دي. والصفات دي مش صفات انت بتتولد بيها، صفات انت بتنميها في نفسك كعادات. عشان خلينا واقعيين، محدش بيتولد بيها، ده الفرق بين الناجح والفاشل. الناجح بينميها في نفسه عشان يستاهلها. اسوأ حاجه تعملها في العصر والزمن ده انك تطمح انك تبقى عادي، هتتاكل حرفيا. الموضوع بقى غابه. You cannot afford to be average، مش هتبان. حلو يا سيدي، عادات هتخليك دايما مستعد لما الفرصه تيجي تستغلها. عادات من غيرها مش هتعرف تبقى غني وماسك فلوس. تعال نشوف اول عاده او صفه بتنميها في نفسك، وهي delayed gratification، عاده تاجيل المكافاه، اللي هو من الاخر تمسك نفسك عن رغباتك، تمسك نفسك عن اللي انت عايزه دلوقتي قصاد الهدف اللي انت شايفه قدام. الكلام ده في التحويش لما تمسك فلوس ما تشتريش حاجات تافهه اللي انت نفسك فيها دلوقتي، الكلام ده برده في الدايت لما تمسك نفسك عن الاكل الحلو قصاد الفورمه اللي انت عايزها في المستقبل او انك تحافظ عليها حتى لما توصل لها، قصاد الاستثمار لما يرجع لك فلوس بدل ما تصرفها على حاجات تافهه ترجع تستغلها تاني وتستثمرها تاني انك تكبر استثمارك ككل. عدد الديليت جراتيفيكيشن دي من غيرها مش هتكبر، من غيرها مش هتعرف تسكيل، من غيرها مش هتعرف تحافظ على تطورك انك تعلى بيه دايما. ما شفتش حد في حياتي معاه فلوس ما عندوش العاده دي، بيتحكم في رغباته بطريقه هتخضك. هو بيبقى شخص عايز حاجات وشخص تاني هو اللي سايق، عارف ان الشخص اللي عايز الحاجات ده مجرد مشاعر واحاسيس هتروح لحالها بعد شويه. الشخص المتحكم هو الشخص اللي حاطط جول وحاطط اهداف لقدام، دي فوق كل حاجه، فوق كل رغبات دلوقتي. اهداف المستقبل اللي احنا عايزينها اهم من كل حاجه. الكلام ده مش كلام شعارات، الكلام ده انا طبقته وعشته، مش هتشوف نتائج من غيره. عايز اقول لك حتى في الخروج والانبساط، مش يوم تصحى مش طالبه معاك شغل تقول لا انا هاخده اوف، مش هشتغل واخرج، هنزل اتشيل، مفيش كلام فارغ ده. انت هتشتغل غصب عنك عشان انت عارف ان الاستمراريه هي اساس التطور. مش مهم انت حاسس بايه، مهم ان الشغل يخلص. حلو يا سيدي، نيجي هنا لتاني عاده مش هتعرف تعمل عاده ديليت جراتيفيكيشن دي من غيرها، وهي عاده الصبر، النفس الطويل. مش هتعرف تتحكم في رغباتك الا لما تبقى مقتنع ان الموضوع بياخد وقت، ده اللي هيخليك ما تيأس. مقتنع ان الموضوع عشان يستاهل ان يقعد معاك انه مستاهل شويه وقت عشان يجيلك. مفيش حاجه مهمه هتجيلك من غير صبر، مفيش حاجه مهمه انت محتاجها هتجيلك بسرعه، اللي هيجي بسرعه بيروح بسرعه. كل اللي انت عايزه هيحصل بالتطبيق والتكرار والاستمراريه مع الوقت. الوقت ده محتاج صبر، محتاج تتحكم في رغباتك، محتاج تبقى مقتنع ان الوقت ده معقول. الاستعجال دايما هيوديك حتت انت مش عايزها، صدقني ما تستعجلش في اي حاجه، الموضوع كارثه. دايما نام على اي قرار انت هتاخده، ده اللي هينقلك، ده اللي هياخدك الحته اللي انت عايزها، انك تصبر ما تستعجلش. حلو يا سيدي، نخش هنا على ثالث عاده، ودي بقى اهم واحده فيهم، دي بقى البوستر اللي هتزقك بسرعه، اللي هتنقل حياتك في وقت انت مش متخيله، وهي انك تحاوط نفسك بناس انت شبهه. دايما ابعد عن الناس اللي انت مش عايز تبقى شبههم، حتى لو صحابك، حتى لو بتحبهم، قضي معاهم وقت اقل، قضي دايما وقت اكتر مع ناس انت نفسك تبقى شبههم. لما تحاوط نفسك بالناس الاعلى منك دي، الطبيعي بتاعك انك هتعلى، هتبقى شار، هتعوز تبقى وسطهم، فتلقائي كده هتلاقي نفسك شغال دبل، ساعات تريبل كمان عشان توصل اللي انت عايزه. لو كنت في حته او مع اصحابك انت اعلى واحد، صحابك كلهم تحتك، عمرك ما هتتحفز انك تشتغل وتطور. ده من اكبر اسباب ان انا جيت دبي هنا. مصر بالنسبه لي انا كنت مقفل اللعبه، انا كنت احسن واحد في كل حاجه بعملها، فارتحت بزياده، اطمنت بزياده، ما كانش حلو بالنسبه لي، عمري ما هتطور كده. فجيت دبي هنا عشان احس ان كله بقى جديد، احس ان انا تحت الزيرو تاني عشان اعلى. والطبيعي اللي حصل ان انا عليه غصب عني مش بمزاجي، لو ما عليتش كنت هغرق. فهتلاقي نفسك بتعافر وبتحفر في الصخره عشان تواكب اللي انت حواليه ده. فدايما دور على ناس انت عايز تبقى شبههم، ناس احسن منك، حاوط نفسك بيهم، ده اللي هينقلك حته تانيه خالص. وده اللي احنا بنعمله بالظبط في التداول، دايما بندور على ناس شبهنا، دايما بندور على ناس بتتعلم عشان نتعلم معاهم. ادخل سجل على منصه اكسبت اوبشن من اللينك تحت الديسكربشن في اول كومنت برده، وطبق بايدك اول باول معانا. كل اسبوع ما تتفرجش بس على الحساب التجريبي، ضعفه 3 4 مرات ووصله 40 50 الف قبل ما تخش بفلوس حقيقيه. الموضوع بياخد صبر ووقت، الموضوع بياخد ديليت جراتيفيكيشن عقبال ما تكبر فلوسك مع التداول. تعالوا بقى نعمل خمس حاجات تداول بتوع النهارده، كفايه رغي، عايزين نعمل شويه فلوس. We'll be right back.